واسال الله الحكم العدل ان يلزم المحكمه بالعدل ويوفق حضراتكم على تلك المسؤوليه وان الثقيل الملقى على عاتقكم وان يكون حكمكم اليوم بتلك القضيه براسا مليء الامل لاسره المجنون فقدت ابنتهم على حين غره وطول سابق انذار. سيدي الرئيس ان حكمكم اليوم سوف يكون براسا للمجتمع المتاسف فجعته تلك القضيه وتلك بشاعه الجرم التي فعلوها هؤلاء من آل اليهم من تخطيط وتدبير للواقع وان المجتمع المتاسف من بعد حكمكم سوف يطمئن على مستقبل ابنائكم. بسم الله الرحمن الرحيم ومن يقتل مؤمنا متعمدا جزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. صدق الله العظيم. ويقول النبي الشريف صلى الله عليه وسلم كل ذنب عسى الله ان يغفره الا الرجل يموت كافرا او الرجل يقتل مؤمنا متعمدا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء خططوا ودبروا لارتكاب جريمتهم قبل حدوث الواقعه بشهرين ولن يتراجع اي منهم في الرجوع عن الفعل الاجرامي الذي ارتكبه وعادوا مره اخرى الى ارتكاب هذه الجريمه. وهذا يدل على تصنيف هؤلاء المتهمين بارتكاب جريمه. سيدي الرئيس حيث المحكمه المقرره المتهمين بحق الاتهام بجلسه اليوم الذين حولوا اسره كامله بكامل افرادها بعد ان كانوا يحلمون بعرس له واحفادا له منه تمتد بهم الحياه الا ان القدر والحكم اخطاوا هذه الشمعه وطلبوا الاحلام تابوسا لم يستفيقوا منه حتى الان. فتاه في مقتبل العمر في ريعان شبابها قتلوها غدا ماتت من لا تستحق الموت على يد من يستحقون الموت. باي ذنب قتل؟ باي ذنب قتل؟ قتلت من لا يستحق القتل على يد من يستحقون القتل. بسم الله الرحمن الرحيم انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلال او ينفوا من القتل ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في صدق الله. هؤلاء اخطروا علينا من الدواعش. هؤلاء سيدي الرئيس اخطروا علينا من الدواعش. هؤلاء قاموا بالضرب وقاموا بتكسير الجمجمه وقاموا بقطع الاذن بعد ان توفاها الله. هؤلاء قاموا بكتم النفس. هؤلاء قاموا ليتاكدوا ان المجني عليه رحمه الله عليه قد قتلت قاموا بطعنها لكي تتكلموا بهذا الدين الله. سيدي الرئيس هيئه المحكمه الموقره ان هيئه المجني عليها المتوفاه الى رحمه مولاها وان المجتمع ينتظر حكم حضراتكم ليستعيدوا حياه امنه مطمئنه لا غدر فيها. ان هؤلاء المتهمين قتل نفسا بغير نفس وان روح المجني عليها تحوم داخل هذه القاعه تناشدكم لها بانتصار من الفضل. سيد الرئيس من يملك الحديث؟ من يملك الحديث؟ انتم من تملكون الحديث. حدثوا انفسكم عن حق اولادكم واولادكم. حدثوا انفسكم عن حق اولادكم واولادكم. حدثوا انفسكم عن مجتمع له الحق ان يريد العيش في امان وسلام في هذا الوطن. حدثوا انفسكم عن قصاص عام يبغي اهليه حق هذه المقوله وحق الناس وحق الله عليه. سيدنا الرئيس هذه المحكمه الموقره بسم الله الرحمن الرحيم ولكم في القصاص حياه يوميه لعلكم تتقون. صدق الله.
التمس بأعداد المحكمة الموقرة ألا شطط أضرع بالمتهمين جميعا وتوقيع أكثر قوة به ألا وهي الأعداد كما أشارت هيئة المحكمة الموقرة بتقديم حظر المستندات تفيد هذه الأعداد عروس الجنة شهيدة الأعداد بما ذكر الدفاع ودفوع وانضماما الى الزميل الفاضل ولكني اقف حيران ماذا اقول بعدما قال النيابه العامه وماذا اقول بعدما قال زميلي الفاضل ولكن استكمالا على المستشار الكريم اذكر نفسي وعند الان وقاره للمولى عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. معاليكم معالي الرئيس الجليل الساده المستشارين حي الله انضم الى النيابه العامه بتوقيع اقصى العقوبه على المتهمين جميعا المسؤولين بحفظ الاتهام مع الدكتور الموقر بجلسه اليوم فضلا عن التعويض المدني بمبلغ 1,000,000 جنيه تجاه المتهمه الاولى والمتهم الثاني. اضافه معالي المستشار الجليل وفي عماله سريعه حتى لو وكيل على عدل الهيئه الموقر. في شرح تلك الدعوه كما شرحتها النيابه العامه وانا لا تمام معالي المستشار وانا لا استطيع في هذا الشرح ولكني في عماله سريعه سوف اتحدث عن الدعوه المدنيه معالي المستشار الجليل الثابته ثبوتا يقينيا تجاه المتهمين المسؤولين. معليكم المحكمه الموقره ان دفاع النيابه العامه والمتهمين وقد ابرر كل ما جاءت به اوراق الدعوه من دفاع وجهود يليق بعدد الوقت بالدعوه لقوله تعالى ولهم في حياتي يوم الحلقه نعم تتفق انما يقع ذلك وما ليس الا استحاله امام عروض الوقت اليوم التي اهتدت بها الامر وكان به الكفر على نفسه ويا به ان يقول الاصوات من قبل ليصبح عباره اهله وبالقضاء يغفر الله ويعفو. والرجال بالبلد بيحكم في المدينه وعلى هذا المقر اعلم منه بدايات ان كل من سبب ضرر كبير اسال عن الحقوق العامه وعلى هذا المقر اعلم بخصوص الحقوق. معالي المستشار الجليل بالنسبه لاطلاق